السلام عليكم أينما كنتم أحبائنا الكرام من إذاعة البشائر، نحييكم وأيضا من قناة الإيمان الفضائية، أهلا وسهلا بكم ودائما برفقتنا في حلقة جديدة من برنامج سلامتك. خصصنا هذه الحلقة مستمعينا ومشاهدينا للحديث عن السلامة في الحج، وكان هذا هو العنوان أيضا. وفيها نقول: في هذه الفترة من كل عام يجتمع ملايين الناس من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج المباركة، ونظرا لهذا التجمع الكبير وخصوصا لمن يؤديها للمرة الأولى أو لمن يعاني من أي أمراض، وحتى الأصحاء أيضا قد يتعرضون لمخاطر وتحديات تتعلق بصحتهم وسلامتهم عموما كما وسلامة الآخرين من حولهم. وكما نعلم سابقا، قد تخلل بعض مواسم الحج المبارك أعزائنا حوادث مؤسفة من تدافع وحرائق أو حتى تعرض لتسمم غذائي أو إجهاد حراري وما إلى ذلك من مشاكل، خصوصا في فصل الصيف فصل الحر، ما يحرم الحاج بطبيعة الحال من أداء المناسك كما يجب، وقد يعرض حياته أحيانا للخطر. بطبيعة الحال أحيانا تحصل مشاكل وأحيانا أخرى يمر الأمر بلطف الله تعالى على أفضل حال. وكي يتمكن الحاج من تجنب أي وعكة صحية أو خطر على سلامته، لابد أن يتعرف على قواعد السلامة والحماية والوقاية في هذا الصدد. سلامتك في الحج أو السلامة في الحج عنوان حلقة اليوم من برنامج سلامتك، وفيها نتعرف على أبرز المخاطر الصحية التي يتعرض إليها الحجاج مع ضيفتنا الاختصاصية في الأمراض الجرثومية الدكتورة ندى شمس الدين. يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا. يعطيك العافية، مرسي، أهلا فيك دكتورتنا. اليوم الموضوع واسع، ولكن احنا هنخصص اكثر امور هيك بتعرض لها الحاج بطبيعه الحال. تغير البلد، تغير الطقس عليه، بنعرف بالسعوديه الحراره مرتفعه اكثر من لبنان، عم نحكي بشكل عام على مستوى لبنان. خلينا قبل ما نفوت بهذه المخاطر الصحيه نقول انه شو يعني السلامه بالحاج، وليه مهمه السلامه بالحاج والحرص على سلامتنا لنا وللاخر، شو الاهميه وشو واجبنا تجاه هذا الامر؟ طبعا اولا تحياتي لكم ولل مستمعين. أهلا وسهلا. أهلا فيك. موضوع الحج أكيد فيه كثير من العناصر اللي لازم تثار بما يخص السلامة، لأنه في تجمع بشري هائل عم يحصل بأيام معدودة ومن كل دول العالم. يعني تقريبا كل سنة بتوجه من حوالي 182 بلد بالعالم حجاج لنفس النقطة الجغرافية، وهذا الشيء بحد ذاته ممكن يسحب معه أمراض كتير، تعرض لأوبئة، تعرض لجراثيم، فيروسات، أي شيء ممكن يحمله الحاج معه من بلده إلى البلد المضيف يلي هو أكيد مكة والسعودية بالدرجة الأولى. ثانيا في اختلاط كبير بين أطفال وكبار، يعني حتى بالحج نحن بنعرف في كتير ناس بيخدموا معهم أطفالهم، وفي أطفال من أعمار مختلفة قد يكون تحت السنة بالأشهر يعني صحيح. أو فوق السنة يعني لحد عمر البلوغ، فكمان هيدي نقطة لازم نهتم فيها. حتى في نساء حوامل كمان هون لهم يمكن رعاية خاصة، طبعاً إلى رعاية فيه. خاصة بالإضافة إلى غير أنه بالتجمع بشري واختلاط الأعمار مختلفة، في عنا الظروف المناخية يلي بينتقلوا لإلها بالسعودية مختلفة أكيد عن البلاد يلي بينطلقوا منها، وخاصة موضوع الحرارة المرتفعة والشمس. ونحن بنعرف أنه يعني بالنهار في تنقلات ممكن تحصل، في مشي بالشمس لفترة طويلة، وبالتالي هالشي بينعكس مش بس على الشخص نفسه انه بيتعرض لحروق لضربة شمس او هيك شي، للأكل والمي يلي هو بحاجة لقلهم بالنهار ليستعملهم او يستخدمهم، فكمان طريقة الطهي، طريقة حفظ الأكل، شو المأكولات يلي لازم يركز عليها الحاج ويبتعد عن اي مأكولات اخرى تانية ممكن تسبب أمراض معدية أثناء الحج. نعم، يعني فصل الحر والأكل هذه أهم العناصر الوقائية إن صح التعبير، لازم ننتبه لهم كتير. هلأ قبل ما نفوت بتفاصيلهم دكتورة، التجهز للحج طبعا مفترض بمرحلة قبل ما يروحوا على الحج، في ناس يمكن تتأخر كمان لتلتحق بهذه الفريضة المباركة، مش كلهم بيروح قبل بأسبوعين أو ثلاثة. فتجهز للحج شو أبرز الأمور والنصائح بهذا الإطار؟ يعني عم نحكي على الحقيبة، شو لازم يكون فيها من أدوية، من قصص، من أدوات نظافة شخصية وغيرها، إذا عندك هيك معطيات مهمة بهذا الإطار لازم ننصح على الناس. تماما. تحضير الحاج
قبل السفر كمان هو جزء جدا مهم بهون عليه الصعوبات يلي ممكن يلاقيها هناك. نعم. بالنسبة للأدوية مثلا واللقاحات، ما ننسى أنه في عدد من اللقاحات مفروض الحاج يخدها، في أشياء عامة يعني تخص كل الحجاج، وفي أشياء خاصة قد تخص اللي جايين من بلد معين إلى السعودية وما بتخص بلد تاني. بس قبل ما نحكي عن اللقاحات، مثلا موضوع الأدوية، الحاج لازم في حجاج حيكونوا كبار السن، ويمكن معظمهم نسبة الكب الأكبر من الحجاج بيكونوا كبار السن، وبالتالي ممكن يكون في أمراض مزمنة. قلب، ضغط، سكري، أمراض كلى، أمراض كبد، أو أي مرض مزمن آخر، أمراض رئوية. فالحاج لازم ياخد معه أدويته بشكل تخدمه كل الفترة الزمنية اللي بده يكون فيها هونيك، ويكون حاطت كل دواء بعلبته، يعني ما يستعمل حبوب الدواء أو الشرحات يحطها بعلب مش لها، مش نفس الاسم، حتى ما يصير فيه أكيد أخطاء واختلاط أثناء تناولها. فلازم تكون كل دواء بعلبته، المدة الزمنية يحسبها مزبوط قديش حيحتاج، وياخد معه كل الكمية اللي هو بحاجة لها. في نقطة تانية يمكن لازم نحكيها، هي موضوع الأدوية المدرة للبول. في جزء كبير من المرضى بيكون عندهم بين أدويتهم دواء مدر للبول أو بنشف المي من جسمه، فهون لازم أكيد يكون في زيارة للطبيب قبل السفر. قد يعني ينصح الطبيب أو تخفيف منه لأنه هنيك في خسران للسوائل بشكل طبيعي، ممكن يضر إذا دلوا على نفس العيار، نفس الدوز، نفس الجرعة يخدها أثناء إقامته. هاي من ناحية طبية، وكمان ممكن بعيق أداء المناسك، يعني بنعرف أنه هذه الأدوية بتضل الإنسان أنه ما يقدر يكون مرتاح بتأدية المناسك، يعني إذا كان بعيد كمان مثلا. صحيح، ولكن إذا كان في حاجة طبية لها ما في وقفة، ما في وقفة أكيد. مثلا شرب المي، يعني شرب السوائل، المي بالسعودية أثناء أداء الحج هو شيء أساسي وضروري حتى ما يصير فيه جفاف. صحيح. السوائل للمرأة الحامل أو للأطفال. نعم. أو حتى للكبار السن. نعم. بس كمية المي اللي لازم نشربها يوميا بتتفاوت بين مريض ومريض، بين حاج وحاج. نعم. حسب المرض اللي عنده، يعني إذا كان عنده قصور بالقلب أو بالكلى، أو في كمية محددة من المي. مش هيك مراجعة الطبيب قبل السفر ليشوف قدير كمية القصوى يلي بيسمح له فيها يوميا إنه يشرب. نعم. ما يصير في مضاعفات هنيك صحية على الحاج. يعني احنا ما فينا نعطي نصائح عامة بكل تفاصيل الأمراض، لأنه كل حالة حتى مرضية، لو مريض قلب هذا له خصوصية عند الدكتور بيكون بحالته، حتى مريض قلب آخر له كمان خصوصية أخرى. يعني تخيل قد الموضوع دقيق، حضرتكم أعلم بهذا الإطار. يعني نحن عم نعطي نصائح شوي هيك يكون قواعد أساسية، أنه زور الطبيب هو بالضبط بقول لك شو بدك تاخد. هلا بالحقيبة اللي عم نحكي فيها حضرتك أنه يحرص على أدويته، وملاحظة جدا مهمة قلتيها حضرتك انه كل دواء بعلبته كرمال في ازدحام، وفي كتير اشياء حتتغير عليه، منه ببيته قاعده كتير. صح. مركز بالتفاصيل. في كمان حسب ما قرأنا بمكان ممكن نحط فيتامينات، ممكن نحط اشياء مثلا لمسكنات لوجع الراس، ممكن نخلي معنا فيتامين سي وغيره. هل بتنصح انه يعمل هيك صيدلي صغير الحج لما يروح، ولا لا بتقولي انه حسب الحمله او حسب ما ضروري؟ ما بعرف اذا انت تنصحينا. الاساس هو الادويه الخاصه لكل حاج، اما الادويه العامه فالافضل انه تكون بجعبة طبيب الحملة. يعني احنا بنعرف انه كل حملة في طبيب، والطبيب هيدا بيكون يعني احد وظائفه انه اذا صار في اي طارئ على الحاج هو يتدخل. هون لازم نفصل شوي بين عمل طبيب، وظيفة طبيب الحملة، وبين الطبيب الخاص للحاج، لانه في منهم يمكن يفتكروا انه خلص ما انا رايح وبالحملة معي طبيب بسأله هو بيقول لي شو بعمل او شيء. لا، كل مريض اذا كان الحاج يعني اصلا عنده مرض مزمن ضروري استشارة طبيبه الخاص قبل السفر، لأن هو الأعلم بكل وضعه الصحي، بوظائف جسمه، وهو الأعلم كيف بده يحرك له أدويته أثناء إقامته بالسعودية. طبيب الحملة بيكون بيدخل الأشياء الطارئة اللي ممكن تحصل عليه، قد لا يكون مختص كمان، وحتى لو كان مختص مثل ما قلت كل حالة لها خصوصيتها. صحيح. بالعلاج. صحيح. وبالأدوية. نعم. لازم يتكل على حاله بالأدوية الخاصة. نعم. مثل ما قلت هلأ موضوع العامة. الفيتامينات أنا لا أنصح،
صح من الناحية الصحية، لأن كل دواء حتى لو كان فيتامين في له مضاعفات، إذا كان الحاج أو الحاجة أو أي حدا موجود هناك منه بحاجته، يعني ما في داعي ياخده، فهو ممكن يضر. يعني ما فينا نقول يمكن إذا ما فاد ما بضر، لا، ممكن يضر، ممكن يتفاعل مع أدوية تانية عم يخدها، ممكن يعمل ردة فعل بجسمه يعلق فيها الحاجة وبغدا عنا. ما ننسى أنه الفيتامينات هي نوع من الأدوية كمان، يعني صحيح لأنه دائما متعاطى معها كشي هيك أنه بنقدر ناخده ساعة البدنة ومهما كان حالنا. كمان هذه لفتة كتير مهمة. صحيح. نعم. بعد في شيء ممكن نسلط الضوء عليه بالنسبة للحاج أنه الاحتياطات اللي لها علاقة بصحته بهذا الإطار؟ بعد في كمان موضوع النظافة الشخصية، نقطة مهمة. ونقول الشيء الثاني المهم أنه عدم استعمال أغراض الغير، هيدي كتير مهمة. يعني أولا النظافة الشخصية، أنه ناخد معنا دايما المعقم اليدين الكحولي، لأن مش دايما حيكون عنا إمكانية نصوب إيدينا، وأكيد هونيك في كتير مراحل بالتنقلات وبالأعمال لازم نصوب إيدينا فيها أو نحافظ على نظافة الإيدين الشخصية، وخاصة قبل تناول الأكل، بعد تناول الأكل، وأكيد بعد استعمال الحمام. فينا نعطي مواصفات المعقم، لأنه كمان في معقمات للأسف اختبرناها بكورونا أبدا ما إلا فايدة. يعني مواصفات بمعنى أنه نسبة الكحول بقلبه أو شيء. نعم. كمان ما ينضر أصحاب الأمراض التنفسية إذا بدنا نعطيهم نصيحة. صحيح. هلا المعقم المتداول والمعترف بفعاليته عالميا هو اللي بيكون فيه نسبة الكحول 70%، مش أكتر ولا أقل، لأنه أكتر مثل ما تفضلتي ممكن يضر اللي عم يستعمله يعني، وأقل ما بينفع للتعقيم، فلازم يكون 70% تقريبا لحتى ينفع. نعم. وما يكون في له ضرر. هيدا الشيء لازم ينلاحظ عند مسافرين. وزائد انه عدم استعارة اغراض شخصية، وهي شغلة كتير واردة بالحاج انه طبعا بيستعيروا من بعضهم اغراض، لا، ينصح انه لا، لانه ما بنعرف اي اداة من الادوات ممكن نستعملها وتنقلنا جرثومة او بكتيريا نعلق فيها ونصاب فيها اثناء التواجد بالحاج ونمرض بدل ما نحج. يعني يصير الشغل على انه بدي اخذ دواء لصح مش بدي حج. هذا الوضع حساس جدا عند الحجاج، لانه اذا لا سمح الله مرضوا، يعني هذه الفريضه يمكن في ناس مش قادرين يروحوا دائما، اوضاعهم صعبه، حتى عمرهم حتى صحتهم ممكن تساعدهم ومشقه. فعن جد كل حدا بيوم انه بيسمع او بيتابع هذه الحلقه لازم ينتبه كتير منيح على صحته. هلا في ناس من كتر السرسبه هيك مثل ما بيقولوا بيمرضوا يمكن نفسيا او بتاثروا، بس انه يعني يحاول الانسان لازم نوصلها 100%. في أوقات أشياء بسيطة دكتورة مثل ما عم تقول، يمكن أستير شغلة أنه أوثق بالشخص هذا نضيف وكل شيء، ولكن يمكن عنده مشكلة ينقل لي إياها وأنا ألقطها دغري، يمكن ما ألقطها بس يمكن ألقطها في نسبة كبيرة ممكن تنقل. نعم. قبل ما نفوت بالأمراض الجرثومية تحديدا، لأنه عن جد هي الأهم، خلينا نفوت بضربة شمس كمان لا تقل أهمية بمكان ما. يعني أوقات حسب ما قريت أنا عن الموضوع أنت بتصوبي لي أكتر، ضربة الشمس ممكن تؤدي للوفاة بمكان ما. يعني تخيلنا أنه قديش نحن منقول ضربة شمس عادي، لا، هي ممكن تؤدي لوفاة، وبنسمع بوفيات حجاج. ضربة الشمس شو تعريفها طبيا وعلميا؟ هل هي الانهاك الحراري والإجهاد ولا بتختلف؟ هلا نحن حكينا بأول جزء عن تحضيرات الحاج قبل السفر. نعم. هلا إذا بدنا نقول هونيك وصلنا على السعودية، إذا عندك شيء قبل كمان مسألة لا اللي حكينا هون منيح كافيين، وصلنا لهونيك. عفوا بس ما حكينا عن اللقاحات يلي هي لازم تصير قبل السفر، بس نرجع بالأمراض المعدية إن شاء الله. ضربة الشمس أكيد، التعرض للشمس، هونيك في كتير إرشادات بتخص هيدا الموضوع. يعني اللي بده يطلع برات برات البيت، برات مكان الإقامة، بده يكون مغطي رأسه إذا في إمكانية شرعية، يعني إذا ما في مشكلة شرعية إنه يغطي رأسه، يغطي رأسه تحت الشمس، يلبس فواتح. هذا شيء مثبت علميا أنه لازم بأثناء الحج ينصح أنه نلبس فواتح، لأن اللون الغامق بيسحب الشمس أكتر. نحاول نغطي قد ما بنقدر من إيدينا من إجرينا حتى ما تجي الشمس علينا مباشر، ونستعمل ضروري واقي الشمس. يعني حماية الكريمات يلي بتحمي وقاية من الشمس، إذا كان كمان يصح استعملها من الناحية الشرعية. أنا مني خبيرة بالأمور الشرعية، أنه إذا بيقدر واحد يحط كريم أثناء تأديت بعض المناسك، لأنه هيدا الشيء بيمنع الأذى
يلي بصير من تعرض لشمس لوقت طويل. ضربة الشمس بحد ذاتها نعم هي ممكن تكون لدرجة قاتلة إذا كانت قوية، مثل كل الأمراض في منها درجات، درجة أولى درجتين مثل الحروق مثلا. فضربة الشمس نفس الشيء، إذا كانت من النوع القوي أكيد هي تؤثر على الوعي على الدماغ، يعني المريض الحاج ممكن يغيب عن وعي، ممكن يصير في عنده نوع من أذية على الدماغ، يعني ما يقوم بوظائفه الدماغ بشكل مستمر جيد وكامل، وممكن يفوت بغيبوبة منه وأخيرا تؤدي إلى الوفاة. مشان هيك ضروري ضروري كمان الإكثار من شرب السوائل، يعني ما نعرض الجلد والجسم للجفاف من أشعة الشمس، لأنه في أشياء تانية ممكن تعرضنا للجفاف هونيك، مثل ما ذكرنا قبل شوي موضوع الأكل والشرب والتسمم الغذائي والمي الملوثة وكل هالأمور اللي ممكن كمان تخسرنا كتير سوائل. فنحن بوضع وبمكان وبظروف إذا بدك بتأثر على بعضها، يعني ضربة الشمس، نوعية الأكل، نوعية كله الشرب، يعني الخليط كله. إذا لا سمح الله أنه صار معنا أي خلل بهذا الموضوع فكارثة. اسمحي لي دكتورتنا أخذ اتصال حول النظام الغذائي للحج، ونرجع نحكي بضربة الشمس أعراضها ومؤشراتها تحديدا. نعم. مستمعينا ومشاهدينا معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة لما جوني غدار اختصاصية التغذية، يعطيك العافية أستاذة لما. الله يعافيك يمنى، أهلا وسهلا. يعني اليوم عم نحكي عن النظام الغذائي للحج، ما كتير هيك نقول بالسؤال إشياء كتير تفصيلية، ولكن أعطينا أنت حضرتك التوصيات المهمة للنظام الغذائي للحج، الناحية كم من ناحية الوجبات عددها كميتها، وأيضا التحذيرات المرافقة لها بأي وقت مثلا ناكل مش بالشمس، إذا كنا ممكن مشعوبين، إذا كان عندنا مشكلة، فأعطينا هذه النصائح كلها. أول شيء يمنع بالنسبة لموسم الحج هالسنة، مش ما أنت عم تحس بلش حرارة أكيد تطلع. فأهم شيء أهم شيء أهم شيء بنحكي فيه من التحذيرات هي قصة الجفاف. نشرب ماء بكميات منيحة، وبدنا ما ننسى أنه شرب الماء بكميات كبيرة فرد مرة ما بتنفعنا. يعني المفروض أن نقسم شرب الماء، لنقول كبيتين مثلا أو كباية كل شوي أو كبيتين كل شوي، لحتى نحن لأنه الكلوة عندنا يعني هي عادة بتفلتر إذا بدك المي بكمية 500 ملي مش أكتر، يعني أنا إذا بشرب لي نص لتر الزايد رح يروح بالبول، جسمي ما حيستفيد منه. فبالتالي ما تتخطى جرعة المي اللي أنا شربتها فرد مرة النص لتر أو كبيتين، أكيد بنكونوا موزعين خلال النهار. طبعا هون عندنا نحن كمية المي بدها تزيد، ممكن توصل ل 3 لتر 3 لتر و200 حسب. طبعا العرق التعرق، وأكيد بتعرفي هلا في عنا كتير شوب. ثاني نقطة والأهم من التحذيرات الكتير مهمة، أنه نبتعد عن كل شيء بقلبه صوصات بيضة، في بقلبه مأكولات غنية مثلا بقصص البيض الني أو مثلا مايونيز أو هالقصص هيدي، بقى نبعد عنها قد ما فينا لحتى نتحاشى يصير في عنا أي تسمم غذائي. بالنسبة للمأكولات لازم تكون كلها مطبوخة، يعني حتى يعني ما نشوفها مثلا والله ظهر دجاج نشك فيه ممكن نلقط سالمونيلا، لأنه بتعرف هذه الفترة ما بتصح للواحد، يعني صحيح أنا عم نحكي يمكن مرة بالعمر في ناس 100%. فبالتالي خلينا نحن نحاول قد ما فينا نبتعد عن الأشياء اللي ممكن تسبب لنا أمراض، ممكن تقعدنا عن جد وتخلينا ما نكفي المناسك كلها. فبالتالي ننتبه للحمة، ما بدنا تكون بدنا تكون ولدان يعني مستوية. بتفضلي تبتعدوا نهائيا عن اللحم النية؟ أكيد بدنا نبتعد عن اللحم النية، واللحم تعرفي أنت في حملات فيها بفايات طويلة عريضة، يعني كتير فيها مغريات أكل، فهون طبعا ما نحن على بنيه الواحد رايح ليحج، مش رايحين نفتش على القصص. احنا بهمنا الواحد هو يكون عم ياكل صح ليقدر عن جد يكفي هالمناسك هذه، يعني حتى ايام في محلات بيكونوا 5 و5 نجوم، بس عن جد ايام ممكن الواحد ينضر لانه يمكن ما معود حتى على طبيعه اللحمه، طبيعه الدجاج هي ونية بغير بلد، يعني احنا بتعرفي كمان هذه القصص نحن بتفرق عنا. صحيح. فبالتالي بنبعد أما فينا عن الني، وحتى اللحمة في عالم تاكلها منا مصرية، يعني بتكون رير أو بعدها من نصها حمراء أو زهر وبعدها بتنزم، هيدي حتى هاي بنبعد عنها أساسا، هي مش كتير سليمة بشكل عام. 100%، بس في أشخاص بيحبوها وهيك بيحبوا اللحمة، فكمان هيدي النقطة لازم ننتبه لها. أما بالغذاء لازم نحن أكيد نشرب كمية وفيرة من الماء مثل ما قلنا، نبتعد عن كل شيء مضرات للبول، يعني شاي قهوة
كل شيء في بقلبه كافيين بكميات كبيره، كمان هذا بيساعدنا على الجفاف نبعد عنه لحتى ما يصير في عندي ابدا اي جفاف. اذا نصيحتك للفطور والغداء والعشاء، خلينا نعطيهم هيك شويه انه عشان يركزوا بالفطور والغداء والعشاء. بالنسبه للفطور والغداء والعشاء المفروض يكونوا غنيه بالبروتين لحتى نحن عم نمشي لفترات طويله، فنحن عم نستهلك هالكتله العضليه هيدي، بدنا طبعا كميات من النشويات اللي تكون معقده بكميات منيحه، يعني ما نروح نعمل لهونيك دايت ومن دون نشويات، لا لازم ناكل نشويات، ضروري ناكل نشويات حتى نقدر نحن نقوم بهيدا الواجب ونقدر نحن نكون عندنا هالطاقه الكافيه. اهم شيء هالنشويات هذه تكون نشويات معقده، يعني نحن اذا في عندنا بالأوتيل أو محل ما نحن عم ناكل، في عنا ولنفن خبز قمحة كاملة، في عنا شوفان، في عنا قصص ثانية يعني غنية، مثلا والله خبز الشعير مثلا، بس نحن عم نشوف انه هو عن جد في عليه شوفان، عن جد عليه شعير، عن جد غني بالأمياء، حتى في غش بهذه القصص المنتجات للأسف أكيد طبعا كان. عشان عملك بيشوف، فأهم شيء نحن نشوف ونتأكد. فمن هون نحن منفضل أكيد ومنركز على أهمية وجود النشويات على هالوجبات هيدي، بالإضافة لكمية البروتين اللي لازم تكون عن جد كبيرة، لأن احنا عم نستهلك العضل في أيام كتير أشخاص ما بيعملوا ولا أي نشاط بدني، بس يروح على الحج مضطرين يمشوا مضطرين كتير يعملوا، هذا يعاد مثلا مثل فيزيكال اكتيفيتي أو نوع من أنواع الحركة أو الرياضة إذا بدي. فبالتالي هيدا هون احنا عم نستهلك العضل زيادة، ممكن هالاستهلاك يخلي نحن يصير في عنا تكسر بالعضل، إذا أنا ممكن عم باكل كمية بروتين جيدة، كمان البروتين بيعطيني طاقة، وبدنا ننسى أهمية الدهون الجيدة كمان، لأنها كمان بتعطيني طاقة وبتخفف عندي الكريفينغ، بتخفف عندي الشهية على السكريات السيئة، لأنه السكريات السيئة السريعة مثل السكر والعصائر اللي لا بالشوب كتير ممكن الحجاج يروحوا للعصائر حتى الطبيعية ممكن إذا كتر حدا منا كمان صح، ممكن بهيدي بتبورد 100% 100% بعد هيدي غنية بالسكريات، رح تعطيني طاقة لفترة كتير قصيرة، ممكن تكون ساعة ساعة ونص، بعد شوي ححس حالي بعد بدي اشرب عصير. وهون للاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه هون كثير بدنا ننتبه لهذه النقطه، لانه الاشخاص اللي عندهم ارتفاع بالترايجلسيرايد او دهنيات الدم، الاشخاص اللي عندهم مرض السكري، الاشخاص اللي عندهم دهن على الكبد بدهم يبتعدوا حتى عن هالعصاير هيدي، يستبدلوها بالمي، المي الغازيه ممكن سباركينج ووتر، يعني المي اللي بقلبها المي الغازيه مفيده بمكان ما صح؟ صح 100%. الاشخاص اللي ما بيحبوا المي يعني هن قاعدين بفضلوا يشربوا عصير، ممكن في عنا سباركينج ووتر او في مي غازيه منكهه كمان في مشكله 100% بالحامض بالكرز بالفراز بتكون مقبوله اكثر يعني 100%. واذا بدي اشرب عصير وما كان عندي اي مشاكل صحيه وبشرب كميات كتير قليلة بس لحتى هيك، يعني ممكن اخد مثلا كباية واحدة بالنهار الصبح، اذا بدي اخدها كباية نحن عم نحكي عن 200 امقال، هاي اللي بتعادل تقريبا حصتين او ثلاث حصص فواكه. للاشخاص اللي ما عندهم ولا اي مشكلة صحية بس بدهم ياخدوا كباية العصير لانه بحبوا يشربوها الصبح، يعني بس هيك يعني نوع من الروتين اذا بديك، فما فيها ابدا اي مشكلة. بس ما فكروا هذا هو الخيار الامثل والصحي، اكيد اكيد لانه غني بالسكريات. بدي اكون منتبه كثير. انا بدي اشكر حضورك عبر اثير البشائر والايمان الاستاذه لماجوني غدار اقتصاديه التغذيه، اهلا وسهلا دائما عبر اثيرنا وعبر شاشتنا، يعطيك العافيه، شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا. بالعوده لحضرتك دكتوره ندى شمس الدين، اهلا وسهلا مجددا بحضرتك. عم نحكي كمان عن النظام الغذائي، رح نتطرق له معك لانه بعد في كتير تفاصيل اكيد نحن كرمال الوقت ما يداهمنا كما العاده. كنا عم نحكي عن ضربه الشمس وبشكل هيك سريع ومختصر لو سمحتي اعرض هذه الضربه وكيف نتعاطى معها. هي بتبدا بشكل حراره واوجاع بالراس، قد تتطور لأوجاع قوية كتير، استفراغ، بعدين يعني بخف الوعي، ممكن يتخربط وعيه للمريض، وبالتالي ممكن يغيب عن الوعي كمان. أكيد في يعني علامات سريرية أثناء فحص الطبيب ممكن يلاقيها عند المريض، وفحوصات خاصة بتبين أنه فعلا في ضربة شمس عند المريض. كيف منتعاطى معها على مستوى العلاج؟ يعني إذا نحن بنقدر أنه نحن نتعاطى معها كأشخاص يعني بدون الذهاب للطبيب، أو بتفضل الذهاب للطبيب؟ لا طبعاً طبعاً استشارة الطبيب مباشرة دغري، حتى لو كان العوارض خفيفة ممكن تتطور، ممكن تتطور أكيد إذا ما تم هيك استدراكها يعني بالسوائل المطلوبة بالمسكنات المطلوبة، الراحة بده يرتاح، عدم التعرض للشمس
مرة تانية يعني نحط كمادات مثلا باردة، يشرب مي كتير مثل ما قلت، سوائل كتير يمكن يتعلق له أمصال يعني، مش بس الشرب، يمكن ما بقى يلحق على الشرب نفسه أنه يعوض كل شيء راح أو يجنبه تطور الحالة. ففي أكيد إجراءات أخرى لازم تأخذ، كمان في أكل مخصص، مراقبة يمكن يكون عنده إسهال على سبيل المثال من هذه الضربة، مراقبة كمان لوظائف الكلى، وظيفة الكبد، قد نضطر نتدخل بعلاجات معينة خاصة بهيد الخربطة اللي ممكن تصير. فأكيد بدأ تقييم سريري وطبي يعني من قبل طبيب. نعم. طيب كيف نتجنب الضربة؟ حكيتي قبل في إرشادات معينة، بس أنه بعد شيء فينا نضيف شيء على الإرشادات؟ لا، أهم شيء الفترة اللي بدنا نمشي فيها بالشمس تكون محدودة قصيرة على طول، مثل ما قلنا إذا قادرين نلبس يعني شيء يغطي الرأس ويحميه من التعرض المباشر لأشعة الشمس، استعمال الحماية، والشرب المتكرر مثل ما ذكرت الأستاذة لما، أنه الشرب يكون متكرر وكميات كبيرة من الماء حتى ما نوصل لهذه الحالة. نعم، هذه طرق وقائية، وأهم شيء عدم التعرض للشمس، يمكن لعل أبرز نصيحة بهذا الإطار. صح. يمكن مشان هيك عفواً نحن كحج يعني المناسك ممكن تصير بالليل، يعني ما في أي مانع أنه تصير المناسك بالليل، يمكن حتى الله سمح لنا نعمل هيك حتى يجنبنا هيدي الخطورة. بتفضل الحج بشكل عام ما يتعرض للشمس كتير، إذا كان دغري كمان بتأثر هو بطبيعته، في ناس دغري بتأثروا صح بالشمس. في ناس تنصح أنه يكون مساءً أو على غروب أو ليلا يمكن في بعض المناسك، بس خف حدة الشمس يعني. تمام كتير. طيب في شيء يسمى بالتشنجات الحرارية، ما بعرف شو توصيفه علميا أو إذا الشيء هذا هو اللي اسمه، هو مثل ما اسمه بقول يعني تشنجات حرارية، تعرض لأشعة شمس بطريقة قوية بتعمل كرامب يعني تشنج للعضلات، فبالتالي كمان هذا الشيء بصير بده علاج خاص، وموضوع المي يمكن. موضوع المي كتير بيلعب دور هون، بصير لازم نعلق له مصر، نعطي مصر بكميات مدروسة طبعا مع بعض الفيتامينات، ممكن المغنيسيوم بساعدنا كتير، وأدوية أخرى مرخية للعضل. تمام كتير. طيب الإنهاك الحراري أو الإجهاد الحراري، أو بيختلفوا شو عن بعضهم هن الإنهاك والإجهاد الحراري؟ هن يعني وجه من وجوه التعرض للشمس، ضربة الشمس، ضربة الشمس. صحيح. نعم، كمان التعاطي معهم بنفس الطريقة حضرتك؟ بنفس الطريقة إجمالا بتصير. نعم. بس هون بدي أقول إنه كتير أحيان بيكون واجب نعمل فحص دم للمريض. نعم. اللي بيعاني من هيدول الأعراض حتى ما تتطور حالته لأذى وظائفي للكلى أو للكبد، يعني لازم نتطمن أنه فحص الكرياتينين ماشي حاله، البوتاسيوم ماشي حاله، لأنه ممكن يصير في خربطة فيه. يعني بنعمل فحصات للحج أثناء الحج بيقدر؟ إذا صار عنده هيك أعراض، إذا أعراض إذا صار في هيك أعراض، في بعض الفحوصات بتصير إلزامية ضرورية. طيب هلأ منفوت على ملف الأمراض المعدية اللي هو كتير عن جد مفصل ومهم جدا. نعم. خصوصا هلأ بعد في كورونا وبعد في أمراض معدية كتير، وكل ما تقلب أو تغير المناخ عم نشوف ظهور لأوبئة جديدة كمان. صح. والله أعلم شو بده يصير بعد بهذا الإطار. فالأمراض المعدية أبرز الأمراض المعدية اللي ممكن يتعرض للحج، عددين لها بداية ونرجع منفصل بكل مرض. أكثر مرض معدي ممكن يتعرض له الحاج حسب كل الدراسات والإحصاءات والإبلاغات يلي بتحصل سنويا بعد كل حاج، هي الالتهابات التنفسية. نعم. وهي أكثر سبب يؤدي إلى دخول المستشفيات بالسعودية أو بعد العودة من السعودية هو الالتهابات التنفسية. حتى يطلق عليها، حتى يعني تعبير ممكن يستعمل طبيا، سعلة الحاج. الحاج كف، سعلة الحاج، لأنه معظمهم بيلقطوا التهابات تنفسية وصير في عندهم سعلة بتتطور، أما بسبب التهاب رئوي أو بسبب برونشيت أو بسبب حتى الالتهابات التنفسية العليا. معظمهم بيرجعوا عندهم هيدا الالتهابات، الأعراض يعني سعلة أول عرض. صح. هذا الشيء هو اللي إذا لأنه مثل ما تفضلتي بعد في كورونا، بعد في إنفلونزا، بعد في فيروسات كتير ممكن تحصل العدوى فيها أثناء الحج، ومثل ما قلنا جاي عالم من 182 بلد، كل واحد جاي فيروسات بلده جايبه معهم، فعم نتعرض لكتير. فمشان هيك لبس الكمامة هو يعني مطلوب، لبس الكمامة أثناء أداء المناسك
الصيف يلي فيها تجمع بشري كبير واستحام بشري هو مطلوب. طيب على هيك ذكر الكمامة حضرتك، في كمامات معينة بتفيد أكتر، وخصوصا هلأ بنعرف أنه في حجاج يمكن كبار بالعمر أو حتى شباب بدي أخلقهم من الكمامة، لا الكمامة ضرورية حسب ما عم تقولي، ولكن في نوع معين ولا الكمامة المتعرف عليها اللون أزرق لكل العالم تستخدمها كمامة بتكفي نسميها أو الجراحية هي بتكفي هذه الكمامة؟ هي بتكفي إلا إذا المريض يعني الحاج كان فعلا مريض وعم يسعل هو وبده يروح يقدم مناسك، ففي كمامة الـ N95 يعني اللي شوي مزعجة أكتر من الكمامة الطبية، بس بتحمي أكتر. بتحمي حتى هو ما يعدي غيره وحتى كمان ما ينعدى من شيء تاني هو أوريدي مريض. في حدا بيستخدم كمامتين، هل هذا الشيء بفيد أكتر يعني؟ ما إلها لا لا ما إلها أهمية طبية صراحة لا. نعم تمام. طيب أعراض سعلة الحج إذا بدنا نسميها التهابات التنفسية. أعراض التنفسية اللي كنا معودين عليها. مثل شو تحديدا غير السعلة؟ يعني في حرارة ممكن يصير، سيلان بالأنف، ضيق نفس، سعلة، أوجاع بالحنجرة، صعوبة بالبلع، تغير الصوت، يعني أحيانا واحد بصير مبحوح صوته أو بيتغير. بيختفي الصوت كليا كمان. بيختفي. طيب هذه الالتهابات يعني بتشمل حضرتك الزكام، بتشمل الالتهابات الحلق والبلعوم، بتشمل هذه كلها القصص؟ أو هذه الأشياء بتأدي لهذا الموضوع؟ هي بتبدأ هيك وبعدين تتطور لالتهابات رئوية. مثل ما قلنا يعني حسب الإحصاءات أكبر نسبة التهاب بالسعودية بصير بعد الحج هو الالتهابات الرئوية، من بعدها بتجي السحايا، ما ننسى خطر السحايا أو يعني عامل خطورة موجود للحجاج، منشان هيك طعم السحايا لقاح السحايا هو شيء إلزامي لازم يؤخذ قبل الحج بفترة. صحيح قبل الحج إجمالا كل الطعومة لازم نأخذها قبل الحج بعشرة أيام أو بخمستاشر يوم قبل الانطلاق نحو السعودية. تمام يعني. طيب قبل ما نفوت أكتر بالسحايا، في موضوع الالتهابات التنفسية، طرق الوقاية هل هي يعني لكل الأمراض المعدية نفسها دكتورة؟ صح. إذا منخليها لآخر شيء بنحكي عنها بهذا الملف. طيب إذا كلها نفس الشيء يعني مش إنه هذه هذا المرض جينا على ذكر جينا على ذكر يعني طيب. بعضها خلال الحديث، مثلا النظافة الشخصية، نظافة الإيدين، استعمال المعقم، استعمال الكمامة بالاستحام وبالاحتكاك مع الآخرين، استعمال أداب السعال والعطس يلي ما لازم نعطس ونسعل بوشغيلنا أو بالفراغ، نحط أو منديل على سبيل المثال، نحط منديل ومنكبه بالزبالة بس نعطس أو نسعل فيه، منعمل تعقيم دغري منغسل كمان يدين. ايه مش هيك قلت لازم يكون واحد بجيب يعني بدنا كتير معقمات معنا كمية. بده يحسب الواحد كمية شوية. بالنسبة لحكينا عن الالتهابات التنفسية أو سعلة الحج، نحكي أكتر عن موضوع السحايا. السحايا كمان أعراضه هل تشبه ضربة شمس أو مختلفة؟ في بعض الأعراض مشابهة لضربة الشمس، ولكن لا في أشياء بتبقى مختلفة، وخاصة أثناء الفحص السريري للمريض في علامات مختلفة منفتش عليها بتشخيص السحايا يعني، وهي اللي بتخلينا نشك فعلا أنه في سحايا أو ما في سحايا. يمكن التشخيص هون ما كتير بهم الحجاج لأنه حيصير في تدخل لطبيب يعني منه، يعني هن بيهربوا من هذا الموضوع ممكن؟ لا بالعكس، أنا اللي قصدي أقوله أنه تشخيص السحايا والتفرقة بينه وبين ضربة الشمس هي شغلة الطبيب يعني. صحيح. شغلة لا الحاج ولا اللي بيكونوا مرافقينه، بس هو اللي بيقدر لازم ينتبه للعرض اللي عم يمرق بس لازم ننتبه للأعراض بالضبط، ولازم مثل ما قلت يعني نهتم أنه ناخد طعومة قبل، نهتم أنه ما نحتك بأي حدا مريض، يعني هاي كمان نقطة كتير كتير أساسية لازم تعمم، أنه أي حدا مريض ضمن الحملة أو شايفينه أنه مبين عليه المرض ما نقرب عليه. نعم. حتى لو بده يصير في له بعد شوي عزل شوي اجتماعي يعني، معلش لمصلحته لمصلحة المرافقينه بالحملة، حتى ما يكون بمريض نصير بعشر حتى أوقات هو يمكن هو ذاته المريض يلقط كمان شيء إضافي من آخرين. صحيح. كمان صحيح. يتفاعلوا هو الفيروسات. نعم. مع بعض. بالنسبة ل يمكن صار معنا اتصال الحلقة الثانية، نرجع لحضرتك لنحكي أكثر كمان عن كيفية انتقال العدوى، وما أنه حكيتي بعد الإجراءات، ولكن في أمراض ممكن عن جد نقطع ممكن بطريقة نحن ما بننتبه لها كتير. أكيد نرجع نحكي. نعم. الاتصال الثاني مستمعينا ومشاهدينا حول مهارة الانتظام إن صح التعبير وقواعده بالحج، مع ضيفتنا عبر الهاتف الاختصاصية بالقيادة التربوية والأسرية الأستاذة نبيلة عبد علي. يعطيك العافية أستاذة نبيلة.
الله يعافيك أستاذة يمنى، صباح الخير للجميع، لأسرة البرنامج ولجميع المشاهدين، يعطيكم ألف عافية. أهلا كل وسهلا. كل عام وأنتم بألف خير يا رب. الله يسلمك وأنت بخير إن شاء الله. يعني اليوم عم نحكي عن مهارة الانتظام أو قيمة الانتظام إن صح التعبير. نحن بنعرف أنه بالحج بصير في أوقات تفلت من الانتظام، يعني نحن بنكون عم نغرد لحالنا إن كان برات الحملة أو ما بنلتزم بقصص كتيرة، بنسبب أذى لإلنا ولغيرنا بموضوع السلامة، يعني بصير في تدافع ازدحام، في سلوكيات كتير عن جد مزعجة وبتعمل ضرر كبير، وتذكرنا كتير حوادث قبل صارت بهذا الإطار. يعني عارفين أكتر عن هذه المهارة وكيفية تعزيزها، خلينا نقول نحن عنا إياها بمكان ما، كيف منعززها أثناء الحج، لأنه هناك الاختبار أو هنالك الاختبار الأكبر لهذه القيمة. نعم أستاذة يمنى، هو بشكل العام نحن بمطلع القرن العشرين مثل ما عم تتفضلي بالسنوات التي خلت، يعني كنا نسمع كثير عن حوادث الحجاج وعدم الانتظام والأنظمة الواضحة والمعايير الواضحة لحتى يلتزم فيها الحجيج. نعم. مش تقصير يعني من العنصر البشري، ولكن بتعرفي أنت كيف كانت الفترة تشتغل بآنذاك وكيف وعشو وسيلة النقل كيف كانت وكل هيدي الأمور إلى نعم. جانب يعني بالصحراء وغيرها. هلأ الحمد لله رب العالمين صار في ناس مهتمة بهذا الموضوع. هيدا إذا بدنا نحكي على الشكل التاريخي والمظهر التاريخي. نعم. أما في أبعاد كتيرة أصلا بالحج، هي أبعاد روحية، أبعاد أخلاقية، إذا هي طبقت بالشكل السليم هي منابع من المعرفة الإلهية، هي دعوة لإيجاد كما ذكرنا الإمام الخميني قدس الله سره الشريف. نعم. دعوة لإيجاد وبناء مجتمع مطهر من كافة الرذائل المادية والمعنوية. مه. مه. ويعتبر أن مناسك الحج هي مناسك الحياة برمتها. نعم. لما بخبرني هيك عالم من علماء الدين. نعم. فدغري أنت بيتوارد لذهنك هيدي الأبعاد اللي أنا بدي اشتغل على نفسي فيها شو هي؟ نجد أن النظام هي من الأبعاد الروحية والأخلاقية اللي يجب أنه نمتثل لها، وخاصة لما بيقلنا كمان أمير المؤمنين عليه السلام الحج تقوية للدين. فإذا هون الحج بيكون عامل مهم بتوحيد صفوف المسلمين وإلغاء الفوارق الطبقية والجغرافية. فبالبعد الثقافي التقاء هيدا الجموع شو لشو بيؤدي؟ لنشر الهداية. البعد الاقتصادي في عنا أبعاد كثير اليوم عم تشتغل بهيدي بين الحجيج. كل هيدي الأمور هي بوابة للتوافق بين المسلمين، هي لإلغاء الاختلافات، هي حتى الخلافات، يعني حتى هيدي الاختلافات. خلينا نروح شوي على الشق السياسي انه كيف انشاء الاستعمار الجغرافي والثقافي. نعم. اما هون اليوم نحن بهيدي اللحظه او بهذا النهار او بالتسعه من ذو الحجه الاوائل، نحن نجد ان عم بيصير في اسس لتوطيد العلاقات من خلال التشريعات، وكما علمنا الإمام الصادق عليه السلام لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. أما موضوع الانتظام والتنظيم هي قوانين عزيزتي أستاذة يمنى على قاعدة يعني اللي امتثل المسلمون فيها طوال التاريخ الإسلامي على القاعدة القرآنية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك. قد عم يطبق حجاج اليوم استاذ نبيلة؟ قد عم يطبقوا هذه القاعدة؟ هلا يمكن نحن ما بدنا نحاكم لأنه في ظروف معنا، ولكن خلينا نركز على فكرة أنه خطوات اللي لازم يتبعها الحاج كرمال يعني يمتلك هذه المهارة. عفوا. نعم نحن بدنا نحكي عن هيدي المهارة لحتى تكون بالحج وخارج الحج كرمال سلامته وسلامة الآخرين كمان. مثل ما كانوا يقولوا لنا رجع بشنطة الهدايا ومثل ما راح رجع. يعني احنا ما بدنا هيدا الحج يجب أن يترك أثر يعني بنفس اللي حج واللي راح واللي قام بكل هيدي التعاليم. صحيح. على هيدي القاعدة. فإذا لما بتقلنا الآية القرآنية هيك وبيكون في من مشارق الأرض ومغاربها، أكيد لابد من أنه في يكون نظام حاكم لحتى يعني تترتب هيدي يعني الحجيج أو هذا النفير يعني الضخم من الأعداد. أستاذة يمنى إذا بدنا نقول 1.5 مليون أو 2 مليون حج طلعوا على منى، كيف هيدي يعني لو ما في نظام
وقانون سالك بيناتهم، كيف بدها تتنظم؟ قديش كان بيصير في موت، بيصير في أذى للآخرين وكل هيدي القوانين؟ على الحج أنا التزم بكل القوانين كمان والإجراءات اللي بيكون، يعني أي سلوك خاطئ ممكن يسبب أذى له للآخرين. خليني بلش بقانون. هي الفكرة كرمال الوقت، إذا بدنا بس هيك نعطي نصيحة أخيرة ومختصرة جدا كرمال ناخذ الوقت مع الدكتورة ببقية الحلقة، هي كرمال هيك تفضلي. نعم عزيزتي، هو إذا بدي أحكي بقوانين الحج، في عنا قانون الاستئذان، قانون الصحبة في السفر، قانون القيادة في الرحلة، قديش هيدا بيلعب دور. يعني قانون الاستئذان كشرط للدخول والخروج، والاستعانة بأغراض الآخرين حتى ما يصير في عفوا سارقة، يعني اسمحي لي أقول تمام الكلمة. تمام طبيعي. حسن الصحبة، التودد ومشاركة المأكل والمشرب بين الناس، ويمكن يكون اللباس حتى. نعم. التشاور حول القوانين المبثوثة من قائد الحملة. قانون القيادة، حيث يحثنا نظام التطبيق على اتباع التعليمات، لأنه إن خرج اثنان في سفر فليؤمرا أحدهم، هيك علمنا ديننا الإسلامي. كذلك الأمر بالجهاد، يقاتلون في سبيل صفا، هيدا هم في جهاد الحج اليوم. نعم. المؤمن منظم، لأنه الإمام علي أوصى الحسن والحسين أنه بماذا؟ بنظم الأمر وصلاح ذات البين. لذا النظام مطلوب بالحياة الشخصية والعامة. نعم. مجرد نعم. الالتزام بهيدي التعاليم هو تنظيم للحياة الإنسانية 100% إن شاء الله. أيضا قانون نعم. عدم أذية الآخرين، قانون الوقت والاستفادة الصحيحة منه. وبختم لك بكلمة الانضباط الذاتي بالحج. جميل جميل. قديش نعم. هيدا الانضباط الذاتي بيؤدي إلى إقامة الشعائر بالشكل المطلوب والحفاظ على السلامة الفردية نعم. وسلامة الآخرين، كذلك بتؤدي لسلامة النفس حيث بتصير تعمل على فطرتها اللي نعم. دعم الله نعم. بالقابليات والاستعدادات السليمة، وبصير هيدي السلامة بتعم المجتمع تمام. بشكل نعم. عام والفرد بشكل خاص لنيل سعادة الدارين. يعني أنا بدي أشكرك أستاذة نبيلة، وعذرا على الاستعجال على حضرتك كرمال، بس أبداً الوقت لأنه أبداً. الحج كتير موضوع واسع ومتشعب عنا، فنعتذر على هذه المقاطعة يعني. نعم حاولنا نكثف هيدي المعلومات. بالعكس مشكورة، مشكورة على جهودك عزيزتي. بالعكس مشكورة على جهودك وتحضيرك الجيد والرائع دائما أستاذة نبيلة عبد علي، الاختصاصية بالقيادة التربوية والأسرية. أهلا وسهلا دائما عبر أثيرنا وعبر شاشتنا عزيزتي. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. يعني شوي هيك ضغطنا ضيفتنا عبر الهاتف. يعطيك العافية مجددا دكتورة ندى شمس الدين. بعتقد حكينا عن أمراض المعدية، بعد في شيء ممكن تضيفيه بهذا الملف؟ بعد في نعم. موضوع مهم كمان وبيحصل كثير بالحج، موضوع التسمم الغذائي. حالات الاستفراغ والإسهال والحرارة يلي بتصير أثناء الحج بسبب تناول أطعمة يعني فيها خلل أو أشربة فيها خلل. زائد أنه ينصح دائما عدم شرب حليب الإبل بالسعودية بأثناء الحج، وعدم الاقتراب من الحيوانات المزارع هيدا، لأنه في كتير كمان من الأمراض الجرثومية اللي بتصير فيها تبادل بين البشر والحيوانات. نعم. فكمان ينصح يعني منظمة الصحة العالمية بالتوصيات أنه اللي بيروح على الحاج ما يروح يزور مزارع إبل أو مزارع حيوانات أخرى، حتى ما يصير في تفشي لأمراض جرثومية معدية من الحيوان للإنسان أثناء المكوث بالحج، مثل ما كورونا وقت خبرنا، مثل ما صار بالسارس كوف بالسعودية. صحيح. نعم. بالنسبة للغذاء، يعني غذاء مكشوف، غذاء أنه غير مطهو بشكل جيد مثل ما قال الدكتورة أو كل الأطعمة النية نبتعد عنها. المفروض الطعام يكون مطهي، يكون محفوظ بشكل جيد. نعم. مش خارج البراد، بالبراد. مش مكشوف، لازم يكون مغطى. مثل ما قلنا ما يصير في كمان استعارة أكل يعني من قبل بيوم، أنه ناكل أشياء مش محفوظة منيح محطوطة برا هيك، لحتى ما يصير في حالات تسمم. نعم. نحن بنعرف انه كتير سهل انتقال بعض الجراثيم. نعم. بالتسمم الغذائي مثل السالمونيلا، مثل الكوليرا، يعني نحن هيدول الاشياء مرقوا مش من زمان وعشناهن وعانينا منهم. نعم. وهن كمان مصدر عدوى، يعني بيعدوا بشكل كتير سهل. نعم. بالنسبة للأمراض المعدية أو العدوى تنتقل عبر المياه كمان، تنتقل مثلا عبر
استخدام المرافق الصحية إن صح التعبير يعني بمكان ما. هون شو التوصية والتحذيرات بهذا الإطار تحديدا؟ يعني بده ينتبه الحاج لبعض السلوكيات لحتى ما يعني ياخد عدو. يعني دائما منركز على موضوع النظافة الشخصية واستعمال الصابون والماء بعد كل استعمال للحمام. موضوع الماء بالسعودية يمكن ما كتير بشكل مشكلة، لأنه بتعرفي هونيك الماء أكتر بتنشرب مختومة، بتنشرب في اهتمام، وفي كتير توزيع ماء مجاني يعني كل الوقت يلي بروح بشوف ومغلفة يعني. فإن شاء الله من هالناحية ما في مشكلة، بس أهم شيء حفظ، يعني ما يكون حاطين أنين الماء بالشمس كل نهار ونشرب منهم. الحفظ الماء اللي موجودة بالبراد أو بمكان ما في عليه. شو تأثير إذا الماء بقيت بالنهار حتى لو مغلفة مثلا أو بشكل عام؟ إيه إذا بقيت بالشمس شو بصير يعني؟ أكيد هون ممكن يتحلل. إحنا نعرف على فكرة الضرر بالنسبة لها. نعم. أنه ممكن يتحلل البلاستيك اللي حاطين فيه يتحلل ويصير فيه مواد سامة تنزل بالماء وبعدين ما بنشربها وغير مرئية، نحن ما بنشوف شيء، بنشوف الماء صافي، ما بنشوفها صافي حتى لو سقعناها هيدي بتبقى القصص خلص. انه التعرض للشمس وقت طويل الماء بالأنانة اكيد هذا شيء غير سليم. تمام. طيب بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، هل هناك من تحذيرات وتوصيات لهم علما أنه ذكرناهم ببداية الحلقة ببعض الأشياء؟ لا، الأمراض المزمنة وخاصة أمراض رئوية أو قلب أو كلى أو كبد أو اللي عندهم نقص بالمناعة أساسا، هيدول اللي لازم يتركز على موضوع التلقيح لهم. ممكن يكونوا بأعمار كبيرة فوق 60 أو ممكن يكونوا حتى أقل من 60 سنة الأعمار. فاللقاحات اللي لازم ناخدها قبل السفر لازم تشمل السحايا، طعم السحايا، طعم الحمى الرئوية الستريبتوكوك يعني، وأيضا الحمى الصفراء اليلو فيفر مسميها أو فيفرجون، لأنه هونيك مثل ما قلنا في حالات عم بتصير بالحج، وفي ناس عم تجي من بلاد حاملة لهيدي الفيروسات وهيدي البكتيريا وعم يعدوا هونيك. نفس الشيء هلأ في مجد يعني استجد وجود فيروس الدنجي، أكيد الناس سمع فيها الدنجي اللي هي عادة منشوفها بأفريقيا ببلاد الأفريقية وبجنوب أمريكا، بس هلأ في حالات بالسعودية عم تتشخص دنجي فيفر، وهي كمان يعني هي حمى تنتقل حمى الدنجي بنسميها، هي فيروس وبتسبب حرارة ونزف عند صاحبها، يمسي بينزف المريض كمان. هيدي بدنا ننتبه، خطيرة على الحياة، أكيد خطيرة، في خطورة على الحياة، مشان هيك لازم مثل ما قالت الإجراءات الوقائية ما نستهين فيها. هي كل اللي حكينا اليوم مرهون عن جد من إحنا بقدرتنا على حماية أنفسنا وباتخاذ إجراءات سلامة شخصية. صح. إحنا لازم كتير ننتبه شخصية. يعني 100%. طيب بالدقيقة الأخيرة تقريبا بحلقتنا، حابة نسأل بعد الحج كمان بأكتر المشاكل ممكن بعد ما يجي من الحج، الإنسان بيكون متحمس وبتعرفي عم يقوم بهالحركات، فجأة بيصير حدا تاني بيتعب، فأبرز التحديات الصحية وكيف بيتعاطى معه، ونختم بنصيحة أخيرة بحلقتنا. صحيح. لتجنب بالتعب الشديد بعد الحج هي الالتزام بالمعايير والتوصيات السليمة أثناء الحج، يعني إذا أثناء الحج اهتم بأكله بشربه بالتغذية مثل التوصيات اللي قالتها، النصائح اللي قالتها الأستاذة لما بطريقة الأكل والشرب، بالنوم، بالابتعاد عن المرضى، باستعمال وسائل الحماية الشخصية، بالنظافة الشخصية، كل هيدول الأمور إذا حفظنا عليهم أثناء الحج لما بنرجع بنحافظ على نشاطنا. مثل ما كمان ذكرتي انه موضوع التشنجات العضليه يعني حتى الاكزرسيس التمارين اللي بدنا نعملها هونيك والطقوس لازم تكون مدروسه، يعني ما ننهك حالنا جسديا ونحن قادرين نوزع نشاطاتنا. حلو. او مناسكنا حتى لما نرجع ما يصير في ردة فعل عكسية. يمكن أنا بنصح بالنصيحة الأخيرة أنه يصير في إعداد للحجاج قبل السفر من الناحية الصحية. حلو. دورات إذا بدك للحملات والمسؤولين عن الحملات لهيدول الإرشادات الصحية اللي إلها علاقة بالأمراض المعدية والنصائح، لتصير مثل قانون، يعني مثل توصيات وقانون على صعيد الدولة، على صعيد الرسمي، البلديات، يعني حتى يصير كل سنة
أكيد بصير في تقدم، كل سنة بصير في تقدم. نحن منروح على الاستعداد الروحي أكتر بدورات. لازم الاستعداد الصحي. إن شاء الله السنة الجاية بكون عم نستضيف حضرتك، أو بتكوني بالحج أكيد، بنتمنى لك أكيد، أو إنه بتكوني عم تحكي عن هيدي الدورات وأنت حضرتك كمان مشرفة عليها إن شاء الله. أنا مستعدة أكيد. يعطيك ألف عافية دكتورة ندى شمس الدين الاختصاصية بمجال الأمراض الجرثومية. أهلا وسهلا، حلقة جدا جميلة وغنية مع حضرتك كما العادة. يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا. شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا ولكل ضيوفنا الكرام عبر المداخلات الهاتفية. إلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى.